احتفلت بعثة المملكة العربية السعودية بترشيح الدكتورة تماضر يوسف الرماح في لجنة سيدا واللجنة الدولية للأمم المتحدة الخاصة بحقوق المرأة. وقد شهد الحفل لفيف من ممثلي السلك الدبلوماسي ومنظمات الأمم المتحدة والصحافة الدولية ومنظمات المجتمع المدني بجنيف. قام وفد المملكة الدائم حفل استقبال على شرف مرشحة المملكة لعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة الدكتورة تماضر الرماح. كان الحضور مكثف. تحدثت الدكتورة تماضر عن خبرتها في المجالات الحقوقية والمجالات المتعلقة بحقوق المرأة. نحن متفائلون جدا من ردود الأفعال التي عبر عنها عدد من أصحاب السعادة مندوبي الدول عن دعم مرشحة المملكة لهذه اللجنة المهمة. المملكة العربية السعودية حريصة على تكثيف تواجدها في المحافل الدولية. الدكتورة تماضر يوسف الرماح اسم فرض نفسه بقوة واحتلت مكانة متميزة في الأوساط الدولية، وجاء ترشيح الدكتورة تماضر إلى عضوية اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالمرأة مبنيا على سيرة علمية وعملية قوية ودور المملكة العربية السعودية المتفرد وسط منظمات الأمم المتحدة الدولية. احنا جينا في ندوة الأمم المتحدة عشان نتحدث عن المرأة السعودية بشكل عام، وأنا الدور تبعي كان عشان أتحدث عن الموسيقى والفن في المملكة العربية السعودية عامة، يعني مو بس من ناحية المرأة السعودية بل يعني من ناحية الشباب السعودي. فخر مرة كبير لي بصراحة، يعني كل السيدات اللي كانوا متواجدين في هذه الندوة كل واحدة يعني ست مميزة وبطاعتي لبلدها، فشيء جدا جميل، ونتمنى إن شاء الله أنه يحسن من صورة المملكة السعودية يعني دوليا. المراقبون في أروقة الأمم المتحدة أكدوا على ضرورة وجود وحضور الخبرات والكفاءات السعودية المتميزة في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واللجان التعاقدية. ميزت مساهمة ومشاركة المرأة السعودية في الساحة الدولية، هذا ما جعل المجتمع الدولي يدعم بقوة مرشح المملكة العربية السعودية للجنة سيدا والتابعة للأمم المتحدة. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، جنيف.